مرحبا، حابة أورجيكم الفرشاي. طلعوا الفرشاي تقريبا طولها طول إصبع الشاهد تقريبا، يعني هيها تقريبا. المصاصة أو الشلمونة من هون مفتوحة ومن تحت من هون مفتوحة، وعشان تكون إذا أنت مثلا شغلة كانت طويلة كانت قصيرة تقدر إنك أنت طبعا تستغني عنها. طبعا هي من هون مفتوحة. لاحظوا انه الفرشاي هاي كتير رائعة بانها بتفوت جوا الشلمونة وبتنظفها. بالنسبة للشلمونة الكبيرة فهي هتطلعوا هون كيف بتنظفها كمان، شوفوا لوين بتوصل، بتوصل للآخر وبتطلع. طلعي هيها من فوق لتحت، طلع كيف واصلة، وتنظيفها كتير سهل. هلأ هي حلوة كتير للي عنده أطفال، بحيث انه بيستخدم لهم شغلة صحية وبقدر يستخدمها اكثر من مرة، وبيوفر عليك انك تضلك تشتري شلمونات وتكبيهم. عندنا الشلمونات لونين، لون الازرق الفاتح ولون التركواز، وقطع كتير رائعة.